طلب قاض في محكمة المدينة المنورة فسخ عقد زواج بسبب دعوى تقدم بها ابن عم الزوجة معترضا على عدم تكافؤ النسب بين الزوجين، وعرض القاضي على الزوج الفسخ على أن يرد المهر لها كاملا، لكن الزوج اعترض على هذا الحكم لعدم إخلاله بشروط النكاح الشرعي وموافقة زوجته على الارتباط به، وكذلك أشقائها التسعة ووالدتهم. هذا الخبر الأخير اللي هو الطلب القاضي في محكمة المدينة المنورة فسخ عقد بسبب دعوة تقدم بها ابن عم الزوجة معترضا على عدم تكافؤ النسب. يعني الحقيقة هذا الموضوع يعني قديم جديد، ولكنه يعني مؤسف إذا نظرنا لمفهوم الإسلام. مع الحقيقة لتعليق على هذا الموضوع في استديوهاتنا في جدة الدكتور عبد الله سلمي باحث في القضايا الشخصية. دكتور عبد الله أهلا وسهلا بك. هل هناك سند شرعي للتفريق بين الزوجين بدعوى عدم تكافؤ النسب؟ أهلا وسهلا بك أخي، مساك الله بالخير. إذا أخطيت في اسمك صحح لي إذا سمحت. بالنسبة نعم، بالنسبة لقضية تكافؤ النسب، لو نظرنا أن هذه القضية يعني حصلت مثل هذه القضايا في منطقة الجوف وحاليا كما سمعنا في المدينة، التكافؤ النسب له اعتبار في الفقه الإسلامي، وهو حق للزوجة ووليها، ولكنه حق معتبر قبل عقد النكاح. فإذا قبلت الزوجة وقبل أولياءها وتم عقد الزواج لا يحق لهم ذلك، لأن نشأ عن هذا الزواج أسرة وهم قبلوا بذلك، والتكافؤ والكفاءة وشرط معتبر كما ذكرت من شروط النكاح. فإذا قبلوا بهذا النكاح وعلموا من هو الزوج ومن أي أسرة وقبلوا به وتم عقد الزواج لا يحق لهم ذلك، وإن فسخ القاضي عقد الزواج لهم استئناف الحكم في ذلك. طيب اليوم يعني دكتور، إذا نظرنا للإسلام كمفهوم اللي هو فيه شروط معينة للزواج، فيه أيضا أحاديث، يعني أحاديث بعيدة كل البعد عن موضوع التكافؤ والنسب، الأحاديث المعروفة الواضحة. إذا نظرنا لهذا الموضوع ونظرنا إلى أنه هذه الأحكام، يعني ألا ترى أنها تفتح باب ل يعني الدفع بالمزيد من شحنات التعصب والعنصرية بين أفراد المجتمع؟ ما في شك، احنا ذكرنا أنه الحق للزوجة ولأوليائها قبل عقد النكاح، فتكافؤ النسب. طيب لماذا يقبل؟ لماذا يقبل؟ نعم، لماذا يقبل من القضاء يا دكتور؟ يقبل في القضاء لأنه معتبر وله أصل شرعي في الفقه الإسلامي. إيه بس أنت ذكرت الآن في بداية كلامك يا دكتور أنه معتبر قبل أن يتم عقد النكاح. نعم، يعني كيف لقاضي يعني قاضي يعلم هناك يعني ملابسات في نعم يعلم أن لدى هذه السيدة دعني أبناء دعني أكمل نعم دعني أكمل يا أخي. نحن لا نعلم ملابسات هذه القضية، قد يكون بعض من إخوان الزوجة لا يعلم بهذا النكاح، وهناك أمر يتضح تماما عند القاضي، لكن الكفاءة في النسب في الشريعة حقيقة يعني تكون في الدين والحرية. لذلك بلال الحبشي تزوج قرشية، فإذا قبلت الزوجة وقبل أولياءها حينها يصح عقد النكاح، وليس لهم الحق في مطالبة فسخ عقد النكاح، إلا إن كان الزوج قد دلس على هذه المرأة وعلى أهلها، أو لم يعلم بعض من إخوتها عن هذا الأمر، فلهم أن يطالبوا بهذا، والقاضي ينظر في القضية، وليس لنا أن نبت في هذا الأمر مجرد مداخلة وكذا. الأمر
يرجع للقاضي حسب لا دكتور قضية وضعها. دكتور يعني خلنا احنا ما نركب موجة انه القاضي ملقى. عندنا القضاء في السعودية في مشاكل كثيرة وليس منزه ولا ابدا يعني مشاكله قاعد تزيد اكثر ما يجب. اليوم يا دكتور اليوم يا دكتور انا بسأل سؤال وانت اعلم مني واخبر في ذلك. نتحدث احنا عن زواج عمره 20 سنة، نتحدث ان الشاكي هو ابن عم الزوجة، الاخوان موافقين وصار عندها اطفال، هي هذا القاضي أليس من دوره أن ينظر للمصلحة وينظر للأساسيات؟ يعني هو قبل دعوة ابن عم الزوجة. ما الذي تريد أن القاضي لماذا قبل هذا؟ نعم يعني لا هم أخوانها اللي اشتكوا ولا يعني لا أدري لماذا قبل القاضي هذا. نحن لا ندري لماذا قبل، لكن أنا ذكرت لك تم العقد وهو صحيح وقبلت الزوجة وأولياءها أنه ليس هناك ما تتكافئ في النسب أو هذا، لكن العقد صحيح. وإن كما ذكرت أنه أحد من أخوتها لم يعرف عن هذا فلهم الحق في هذا، لكن الاعتبار بالكفاءة في النسب في الدين في الشريعة تمثل في الدين وفي الحرية. فلا نقول يعني أن الزوجة ذات عفة وديانة تقبل برجل فاسق أو نحو ذلك، هذا لا يصح، وإن قبلت هي وشأنها. نعم طب خليني بس يعني أنا بس أحاول أسأل أسئلة المشاهدين. لو افترضنا مثلا أن غصنا في هذه القضية ووجدنا أن الرجل دلس قبل 20 سنة ولكنه مسلم عاقل اهتدى بعد الزواج، لديها أطفال، يعيش حياة جيدة مع زوجته، والزوجة رفضت أن تطلق بعد هذا العمر، هل يأخذ برأيها حتى لو كان دلس؟ تسأل الزوجة، يمكن الزوجة مرتبطة بزوجها. نعم ولا تريد فراقه، بينما أولاد كما ذكرت. لماذا ابن عمها لماذا رفع قضية في هذا الأمر؟ يسأل لماذا، ما الأسباب؟ ولكن أيضا هناك وصية لوالدها بأنه وصية يعني يقول لحظة معي موافقة قاعدين مع أنت المشاهدين تنتظروني ما في مشكلة. خليني أقرأ لك. الطلب قاضي في محكمة المدينة المنورة فسخ عقد زواجي بسبب دعوة تقدم ابن عم الزوجة معترضا على عدم تكافؤ النسب بين الزوجين، وعرض القاضي على الزوج الفسخ على أن يرد له المهر كاملا، لكن الزوج اعترض على هذا الحكم لعدم إخلاله بشروط النكاح الشرعي وموافقة زوجته على الارتباط، وكذلك شقائه التسعة والدهم. وكان الرجل قد تقدم للزوج مرة بعد أن ترملت بنحو 20 عام، فكانت وصية والدها أن يتم تزويجها لرجل صالح دون شروط أخرى، وهو ما كان منطبقا على هذا الزوج. بعدين يأتي في باقي الخبر أنه هذا شرط والدها قبل أن يموت. وإن حكم القاضي يعني ليس حكمه نهائي، هناك استئناف وله محكمة العليا وله أن يعترض على هذا الحكم. دكتور عبد الله ممكن نسمع الدليل اللي يجعل أنه الحديث عن عدم تكافؤ النسب شرعي، حديث سواء أو كان قرآن، يجعله رأي محترم أنه ممكن نخوض هذا الموضوع؟ هل له يعني له مرجعية شرعية، له أدلة؟ نعم الأدلة في هذا أدلة من القرآن. نعم الأدلة في هذا كثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم بين قضية الدين أنها أمر مهم جدا في النكاح. دينه وخلقه دينه. لم يقل قبيلته، لم يقل عرقه، ولم يقل دينه فقط. نعم دينه وخلقه. نعم دينه. إذن المسألة خلقية وليست نسبية. نعم. دينه وخلقه. أنا ذكرت لك أن قضية النسب يا أخي حق قبل عقد الزواج. إذا قبلوا بهذا ولو كان وضيعا أو أقل نسبا من تقدم لها، إذا قبلت هي وأولياءها ليس لهم الحق في طلب الفسخ. طيب في دليل من القرآن؟ نعم من بخصوص عدم تكافؤ النسب. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طيب يعني هذا الدليل الحديث ينقض المغري أربع ينقض الموضوع هذا مشهول ينقض الموضوع. أنت دليل الآية نريد آية تدلل على جواز تطليق لعدم تكافؤ النسب.
يا أخي أنا قلت لك الأمر هذا معتبر يعني ليس فيه نصوصا صريحة، وإنما هو يعتمد على قول لعمر في هذا أنه يعني لا تزوج ذوات الأحساب إلا الأكفاء، ولكن المعتبر في النسب هو الدين والحرية. نعم، كل الشكر للدكتور عبد الله سلم الباحث القضايا الشخصية، شكرا لك الحقيقة على حضورك في استديوهاتنا في جدة وعلى آرائك، شكرا لك دكتور.